أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج السردال، والذي ينقل لكم الأحداث البحرية التي تقام على مستوى الدولة. وفي هذه الحلقة تشاهدون منافسات الجولة الختامية لسباق التجديف في دبي، والتي انتزع لقبها قارب عمان، وأيضا ماراثون الدراجات المائية الذي استضافته إمارة عجمان لأول مرة وبمشاركة واسعة من كبار هذه الرياضة. كما تشاهدون ختام موسم القوارب الشراعية فئة 43 قدما في دبي، والذي انتزع ناموسه قارب الوصف. في إمارة دبي وبأحد أروع مواقع قناة دبي المائية، أقيمت الجولة الختامية لموسم قوارب التجديف المحلية التي جاءت بالتزامن مع تحدي دبي لليالي. نعيمي على هذا الفوز، ونهديه المركز الأول للغارب 25 القرطاسي. الحمد لله رب العالمين، هذا أول شيء فضل من الله ومجهود الشباب. نحن استعدينا اعداد الحمد لله، نحن تقريبا الحين تقريبا صار لنا 3 أيام أو 4 أيام في نفس مكان السباق، مكان الحدث نتمرن، وطبعا دعم ونقول من الشيوخ، لأنهم هم الله يطول عمرهم هم اللي واقفين فورا هاي الرياضة. ونشكر نادي دبي على هالتنظيم الرائع الجيد، ولا ننسى أن نادي دبي ما شاء الله اليوم يعني عملنا مصلى في 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 المكان الحدث السباق، والحمد لله رب العالمين. نشكر صاحب سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي على دعمه الدائم للفريق، وثاني شيء أشكر نوخذاي المخضرم علي مطر الشامسي الله يحفظه. طبعا المجهود المركز الاول ما جاء من فراغ، تعب الشباب اول شيء بتوفيق الله، ثاني شيء بتعب ناخذ جمع الحداد وصبر الشباب على المسير، ونحن ما شاء الله يعني نحن مو من منطقه واحده، من ابو ظبي ومن عجمان، فنتجمع كلنا في نفس مسار السباق عشان ناخذ الامكانيات نشوف مسار السباق، نشوف التيارات المائيه، يعني الواحد لازم يستعد حق اي سباق يخوضه. ونحن الحمد لله من يومنا ما نشارك كاسم فقط، نشارك كمنافسه، ودائما نحب ان نكون الاول. اشكر طبعا نادي دبي على مثل ما قال ناخذ جمعه على المصلى، بصراحه سوى لنا يعني مثل الراحه النفسيه قبل السباق. مصلى الجمعه كان في موقع الحدث احسن ما الواحد يتشتت ويروح بعيد عشان يدور بس مكان اللي يصلي، فمشكورين نادي دبي على المجهودات اللي يقدمونها. الحمد لله كان عندنا منافس دائم يعني اللي هو رقم 50، نحن كنا طبعا في الجهه الثانيه منه، طلعنا في البدايه، وبعدين هو ما شاء الله يعني بالصبر والمجهود الشباب قدرنا يوازينا على نفس الخط، لكن نحن الحمد لله عندنا تكتيك واتبعناه واستمرنا عليه، وفي النهايه يعني قدرنا نحول يعني التمارين اللي كنا نتمرنها في نفس المكان، عرفنا كيف نخليها في السباق ونبذل مجهودنا على التكتيكات اللي نوزع طاقتنا كلها على طول السباق مش بس في مكان واحد. الحمد لله في المسافات الاخيره قدرنا نفرق وحصل على المركز الاول. وفي الشوط الثاني اشتدت الإثارة بمشاركة مجموعة أخرى من أقوى المنافسين في عالم التجديف التراثي.
استعداد كبير كان فيه، كل الفرق كانت مستعدة يعني فعلا، وكانت في فرق مفاجأة للمرة الأولى اليوم صراحة يعني. ما أخذنا البطولة هذه خاصة اليوم بسهولة أبدا، لكن إحنا البركة في الشباب، هم الحمد لله متمكنين والله سبحانه وتعالى كان معاهم وساعدهم بهذا السباق. ومثل ما تقول ما غريبة عليهم السباقات، لأن هذول الشباب فازوا في سباقات كبيرة في دول الخليج كلها يعني، وفي عمان خاصة يعني، فخاصة وفي أبوظبي يعني في سباقات أبوظبي في محامل 16. فالحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وخذنا كأس المرحلة هذه والمرحلة الأولى والثانية كذلك، والمرحلة اللي هو كأس الثالث اللي هي كأس مكتوم، لا لسه كأس مكتوم المرحلة الرابعة إن شاء الله، فكأس الموسم إن شاء الله. أول شيء أحب أشكر معالي الشيخ محمد المطيع الحامد على دعمه المستمر لهذا الفريق، والحمد لله. بخصوص التكتيك، نحن كنا مستعدين للسباق هذا من تقريبا شهر، والسباق اللي طاف حرزنا المركز الرابع، وتكتكنا الهواء حسب حساب الهواء والمكان الطرحة، الحمد لله رب العالمين على المركز الثاني. أشكر دولة الإمارات على استضافتنا في دولتنا الثانية لاستضافة عندنا خصصوا لنا شواحيف نتدرب خلف استاذ ابو خالد. عندي الله يسلمك، بدون هالشباب انا ما سوى شيء، بدونهم ما سوى شيء. نعم بدون هالرجال هذيلن انا ما اسوى شيء. نعم هذا الرجال هم اللي ما شاء الله عليهم حققنا المركز الثالث، بدونهم ما نحقق شيء. نعم لكن انا بدونهم ما اسوى شيء. نعم وهم بدوني ما يسوى شيء. كانت الله يسلمك ترتيبات يعني، شيوخنا ما قصروا وفروا لنا شواحيف، كل فريق عنده شحوف مخصص ويتدرب يوميا. عندنا الله يسلمك ثلاث مواقع كنا نتدرب فيها، منتزه خليفة في قرية الحد، وعندنا في جو، وعندنا في الزلاق، فكنا متوزعين على قلب واحد، والحمد لله تدريبات كانت يمكن شهرين ونص، لكن الحمد لله في تطور. احنا الله يسلمك يعني نشكر الداعم الأول لهذه البطولة سمو الشيخ ناصر محمد وسمو الشيخ خالد محمد، يعني ما قصروا معنا الحمد لله، واحنا بدونهم يعني كان ما وصلنا لهذا يعني التطور.
منافسة حامية بين المحامل كلن من خلال الثلاث سباقات أو الثلاث جولات اللي استوان هنا في الواجهة البحرية. نحن في مجلس الإدارة راضين كل الرضا عن الأداء هذا وعن التنظيم الرايح اللي ظهر بنادي دبي البحري. أتمنى إن شاء الله من المتسابقين أنهم في المستقبل يكون عدد زيادة في المحامل، يكون الفرقة تكون معدة نفسها على أحسن أعداد، عشان فعلا كما تشوف أنت المنافسة بين المحامل قوية جدا. الفريق اللي ما يكون مستعد ويكون جاهز صعب أنه يماشي الناس اللي هم عندهم خبرة وهندهم يقدروا يمشون في هذا السباق. شكل هذا السباق سريع جدا. أحب أهني النواخذ وأهني البحارة من النواخذ اللي فازوا وحصلوا على مراكز الثلاث الأوائل. طبعا الواجهة البحرية واجهة مكان جميل جدا. نحن استطعنا بجهد وشكر من جميع الجهات اللي أعطتنا تصاريح أن نحن نقام سباق الجر، وإحنا نطمع إن شاء الله في المستقبل أن نجذب بعض الأنشطة الموجودة في أجندة نادي دبي البحري وتقام في الواجهة هي، عشان نستقل الواجهة هاي ونقدر نجذب عدد كبير من الجمهور عشان يشاهدون أنشطتنا ويشاهدون رياضاتنا البحرية من خلال القناة الموجودة هاي. طبعا سباق المشتوم بالنسبة للنواخذ والبحارة هم يستنونه، عشان هو هذاك في نهاية الموسم وهو راعي الجائزة الأكبر من خلال السباقات الجار والتنافس الحاد الحامي اللي بين النواخذ وبين البحارة. هذا احنا بنشوفه من خلال السباق الجاي. أتمنى أن السباق يقام بنفس المكان ويكون بحضور جمهور كبير يشاهدون السباق هذا، وإن شاء الله أتمنى التوفيق لجميع المشاركين إن شاء الله في هذا السباق. طبعا نحب نبارك حق جميع المشاركين في سباق اليوم. سباق على امتداد الشوط الاول والثاني كانت منافسه فيه الى اللحظات الاخيره. لاحظنا ايضا الشوط الاول انتهى بفوز المحمل مالكي الغرقاسي علي مطار الشامسي، وهذا له تاريخ في سباقات التجديف، وانه خذها الله يعطيه الصحه والعافيه علي مطار الشامسي له في تنظيمه.